اليوم نقدم لكم برنامج السلامة الرقمية عن طريق لغة الإشارة للصم لتعلم مبادئ الأمن الرقمي لفئة الأشخاص الصم. تهدف الحملة الأولى من نوعها إلى التوعية وإرشادات حول مبادئ السلامة الرقمية باستخدام فيديوهات من أجل رفع مستوى الوعي بالمخاطر الرقمية لهذه الفئة التي تعتمد بشكل كبير على تطبيقات وسائل التواصل البصرية في استخداماتها للإنترنت. لأن سلامة بلداننا الرقمية مهمة لنا، نقدم لإخوتنا الصم والمترجمين قاموس الإشارة للسلامة الرقمية، نعرض فيه أنواع الاختراقات والابتزاز الإلكتروني وطرق التعامل معها. آملين من الله التوفيق للجميع.